السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا سمعنا عن استشهاد إسماعيل هنية. ده راجل عايش حياته كلها بيحارب الصهاينة، بيحارب الاحتلال الصهيوني، وراجل يعني أفنى حياته كلها في إن هو إيه، يخدم بلده، يخدم الشعب بتاعه، بيتكلم باسمهم، بيخشهم مفاوضات، بيحاول ان هو يجيب لهم حقهم. اللي قام بال7 اكتوبر كان ناس على الارض في فلسطين او في غزه، ولكن هو بيحارب من اتجاه تاني، بيحارب سياسيا، بيحارب في اتجاه سياسي مش اتجاه عسكري، يعني فاهم قصدي؟ فهو الراجل أفنى حياته كلها في خدمة بلده، في خدمة فلسطين، في خدمة القضية، يعني في خدمة خدمة تحرير الأقصى. فطلع ميدو عليه لغط جامد جدا جدا جدا، وطلع في فيديوهات قال لك أنا بشرب خمر عادي، وطلع في فيديوهات أصلا هو أصلا لعيب، يعني فشل إن هو يكمل في مسيرته الكروية. ده راجل كان متهيأ له الظروف، ان هو كان قاعد دروجبا جنبه على الدكه، وهو كان بيلعب جنب ابراهيموفيتش، فطبعا كان عنده فرصه كبيره جدا جدا ان هو يعمل مسيره كرويه ممتازه، فوق الممتازه كمان، ولكنه هو تخن وما قدرش يكمل في الملعب. هو كان لعيب بيروح نايت كلاب وبيروح وبيسهر ومقضيها يمين وشمال وكده، فاهم؟ فأنت خليك في مجال الكورة، خليك في التحليلات السياسية اللي أنت بتعملها، ليه دخلت نفسك في السياسة؟ هو بيقول لك إنه طلع في تويتر يتكلم، وطبعا الناس مسكته سلخته لحد لما مسح التويتر ونزل آية قرآنية اللي هو بيقول لهم يا جدعان أنا مسلم. مسلم إزاي وأنت فرحان لفرح الصهاينة؟ يعني أنت مسلم إزاي وأنت فرحان لمقتل واستشهاد قائد كبير كان بيحارب ضد الصهاينة؟ يعني يا عم دلوقتي مفيش جيش مصري، مفيش أي جيوش، مفيش أي حاجة، ده واحد بيحارب، ده واحد يهودي، واحد صهيوني، والصهيوني دوت هو اللي بيغزي الأرض، بيغزو الأرض بتاعته، هو المحتل، ده واحد بيدافع عن أرضه، فاهم؟ أنت إزاي تروح تهاجمه؟ وبص بقى الهجوم العبيط بقى، يعني بقولك الإخوة المصريين اللي زعلانين قوي على وفاة إسماعيل هنية، بفكركم إن الحمد لله إنه توفى قبل أن ينفذ أهم نقطة في أجندة حماس، وهي محاولة إرهاب الجيش المصري. طبعا محدش يعرف يرهب الجيش المصري ولا يرضخه. طبعا الحرب اللي كانت عندنا في سيناء هنا كانت من داعش، ما كانتش من حماس. ويرضخوا عن طريق تهريب الأسلحة والدواعش إلى سيناء. اما عن الاخوه الفلسطينيين اللي زعلانين على وفاته، بقول لهم دمتم اغبياء وابكوا، بلغوني الورثه بتوعهم معاهم كام مليون في حساباتهم في باريس بعد كام سنه. القناه ال14 الاسرائيليه طلعت زي ما تقول اشاعات كده على قاده حماس ان هم معاهم فلوس كتير جدا، معاهم مليارات الدولارات. طلعوا قالوا ان عند اسماعيل هنيه 4 مليار دولار، وان مع خالد مشعل 5 مليار دولار، وان مع قادة حماس كلهم 11 مليار دولار. طبعا دي اشاعة اتعملت، وكذا حد اتكلم فيها ان هي اشاعة ملهاش مصدر، والناس قعدت تردد الكلام تردد الكلام تردد الكلام، لحد لما طلع حد زي ميدو قال لك بخهم كده في وش الناس ان هو معاهم مليارات الدولارات. طب انت ماشي معاهم مليارات الدولارات، عرفت ازاي هم معاهم مليارات الدولارات؟ فاهم؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، ما لو معاهم الفلوس دي كلها ما كانوش هيقعدوا في البيوت اللي هم قاعدين فيها. دي ناس بتحارب، وكمان يا عم معاهم فلوس الدنيا والآخرة، هم معاهم فلوس الدنيا والآخرة. دلوقتي هم في حالة حرب، يعني واحد بيحارب واحد صهيوني وغني يا عم، معاه فلوس يا عم، سارقها. هنقول هو سارقها، هو اصلا لا سارق ولا اي حاجه ولا معاه الفلوس دي كلها، ومحدش قدر يثبت ان هو معاه الفلوس دي كلها، لان هي دي اشاعه طالعه من التلفزيون الاسرائيلي واتنشرت واتوزعت، والناس كلها ايه خدتها كلام مصدق بيه، مع ان مفيش ريفرنس ليها، مفيش مصدر ليه. ولنفرض ان هم معاهم الفلوس دي كلها، بس هو دلوقتي في حاله حرب، هو دلوقتي بيحارب بقاله اكتر من 10 شهور، واحنا كلنا شايفين العدوان عليهم عامل ازاي. يا عم هنقول اللي هم ايه
يا عم هنقول اللي هم حاربوا معاك في سينا، اللي هم اتخانقوا معاك في سينا قبل كده، هم دلوقتي بيحاربوا صهاينة. خلي بالك ان حماس دلوقتي بالنسبة لمصر هي الفرود بتاعنا، هي الخط الامام. يعني حماس دلوقتي لو مش موجودة اسرائيل هتخش تحاربك انت، هتخش تتخانق معاك انت. فهو احنا فرحانين بالوضع الموجود دلوقتي ان حماس بتضرب في اسرائيل، المفروض نقوي حماس وندعمها، انما حتى نفسيا يعني ما بتدهمش سلاح او قافل عليهم المعبر او كل حاجه، حتى نفسيا فاهم يعني اضعف الايمان. ففكره ان هو يطلع دلوقتي يهاجم والراجل لسه ميت، والراجل تاريخ طويل عريض في النضال ضد اسرائيل والدفاع عن القضيه الفلسطينيه، يعني انت بقك مش راضي يسكت، اسكت احسن. يعني انت دلوقتي بلاعه دلوقتي، الاحسن لك انت تسكت، ما تتكلمش مع حد، يعني خلي افكارك لنفسك، اكتم. فاهم قصدي؟ عندك كلمه حلوه قولها زي ما بيقولوا، ما عندكش خلاص اقعد ساكت، لان الراجل ده تاريخ طويل عريض والناس كلها تفتكره بالخير، وشوفت السوشيال ميديا كلها اتقلبت ازاي عليه بسبب تاريخه المشرف. انت عملت، انت ما وصلتش لاي حاجه من اللي هو عملها، يعني مش فاهم. ما تتكلمش في سياسه ثانيه يا ميدو، بعد اذنك ما تتكلمش في سياسه ثاني، وخليك انت بقى في الخمره بتاعتك والشغل بتاعك والحاجات دي. انما ما مش عارف، يعني مش عارف والله. في ناس كتيره جدا من ساعه موت اسماعيل هنيه طلعوا، هتلاقيهم على الفيسبوك متصهينين، عمالين يقول لك احسن ومش احسن. وفي واحد فيديو في السعوديه، واحد بيدي كاس في قهوه لنتنياهو، بفرحانين. طب ما طلعوا فيديوهات لصهاينه بيوزعوا شوكولاته، بيوزعوا حاجه حلوه على موت اسماعيل هنيه، ناس فرحانه ان اسماعيل هنيه مات. طب ده من ناحيه الصهاينه. وفي برضو من ناحيه العرب عندنا في ناس برضو متصهينه برضو كده. فبصراحه يعني ربنا يهدي، ربنا يهدي. والناس دي بصراحه انا عن نفسي شخصيا على الفيسبوك عندي ما قابلتش حد منهم، ولكن في ناس كتيره شيرت ان في ناس عندهم متبنيين الفكر ده، اللي هو احنا فرحانين ان هو مات، احنا فرحانين اللي هو. طبعا ناس في البلاله خالص، يعني دولت ناس ما تعرفش ده اصلا لو حصل حرب وفي ما ده قائد مسلم مات استشهد، ده قائد مسلم استشهد، المفروض تزعل، تزعل لخساره المسلمين. المسلمين خسروا قائد كبير جدا بيحارب ضد الاحتلال. يعني مش عارف الفرحه دي جايبها ازاي، هو انت معانا ولا معاهم ولا ايه بالظبط؟ فطبعا نقطه سودا كبيره جدا في تاريخ ميدو التصريح دوت. وحتى لو انت متبني الفكر ده ما تظهروش، يعني فاهم؟ حتى لو انت شايف ان هم مثلا اتخانقوا مع الجيش المصري او كده، هم دلوقتي في حاله حرب، يعني ليه الشماته مثلا؟ يعني فاهم؟ تشمت ليه؟ فالصراحه موقف مش ظريف خالص، وربنا يهدي، وربنا ينصر المسلمين وينصر حماس. انت ما بتحاربش، على الاقل ادعم اخوك المسلم، يعني فاهم؟ وياما هنشوف. السلام عليكم.